بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بدراسة هذه الدالة f دو x كتساوي x ناقص واحد ناقص e لين دو x على جذر x. السؤال الأول، أحسب ليميت f دو x على يمين صفر. نكتب ليميت دو f دو x x صفر زائد تساوي x ناقص واحد ناقص لين دو x على جذر x. بطريقة التعويض في الوسخ، صفر ناقص واحد نهاية لين دو x في صفر هي ناقص لا نهاية، ضرب في ناقص هي زائد لا نهاية، نهاية واحد على x هي زائد لا نهاية، إذا النهاية تساوي زائد لا نهاية. هذه في الوسخ، يعني الشكل محدد. كنجيو لهنا كتساوي ليميت، باش نبينو الأستاذ الطريقة اللي استعملنا، ناقص إي لين دو إكس مضروبة جذر واحد على إكس، إكس صفر زائد تساوي زائد لا نهاية. كنديرو التعليل، النهايات التي استعملت لأن ليميت دو اي لين دو اكس على اليمين في صفر كتساوي ناقص لا نهاية، ونهاية واحد على اكس اكس زيرو زائد تساوي زائد لا نهاية. بالنسبة للتأويل الهندسي، نهاية اف دو اكس اكس صفر زائد تساوي زائد لا نهاية، إذن هذا المستقيم x تساوي 0، يعني محور الأراتيب مقارب عمودي لC دو F. طريقة هذا الشكل باش نفهمو شنو هما هذيك، يعني الدالة ملي كتقترب من صفر، يعني x ملي كيقترب من صفر الدالة تؤول نحو زائد لا نهاية، غادي يكون هكذا أو هكذا. x تؤول الى صفر والدالة تؤول الى زائد لا نهاية. لا نرسم الشكل هذا ولكن للفهم فقط. سؤال جوج أ، بين ان نهاية f دو x في زائد لا نهاية كتساوي زائد لا نهاية. ليميت دو اف دو اكس اكس زائد لا نهاية كتساوي ليميت اكس ناقص واحد ناقص لين دو اكس جذر اكس. في الوسخ دائما هذه زائد لا نهاية ناقص واحد لين دو اكس اصغر بكثير من جذر اكس، اذا ناقص صفر. هذه في الوسخ، اوكي. هنا كنجيو كنحسبوا ديك ليميت دو اي لين دو اكس على جذر اكس باش نرجعوا هذا النهايه الاساسيه. نضع تي كتساوي جذر اكس، اذا اكس كتساوي تي مربع، اذا هاد ليميت النهايه هذه لين دو اكس على جذر اكس اكس زائد لا نهاية كتساوي ليميت لين دو تي مربع على تي زائد لا نهاية كتساوي هاد جوج كنرجعوها لهنا، قاعدة كاينة، جوج لين دو تي على تي زائد لا نهاية، لأن القاعدة شني كتقول، لين دو إكس أ كتساوي أ إلين دو إكس. كتساوي زائد لا نهاية، لأن ليميت دو إلين دو إكس على جذر إكس هادي بيناها زائد لا نهاية كتساوي زيرو. كنجيو للسؤال لي بعدو، بين ان المستقيم y
تساوي x ناقص واحد مقابل مائل لسي دو اف بجي واي زائد لانيا. هنا السؤال عطانا المقارب، إلا كان ما عطاناش المقارب كنا غادي نحسبه. ليميت دو اف دو اكس على اكس شوفوها كتساوي واحد، وكنحسبو ليميت دو اف دو اكس ناقص اكس، غادي نشوفوها كتساوي ناقص واحد. هادي الا ما كناش كنعرفو المقارب، هنا كنعرفو المعادلة ديال المقارب. اذا مباشرة كنحسبو ليميت دو اف دو اكس ناقص ايغريك اكس زائد لا نهاية، وكنعرفو بان خصنا نجبرو صفر باش تكون باش يكون ايغريك كيساوي اكس ناقص واحد مقابل ما، لان القاعدة ليميت دو اف دو اكس ناقص ا اكس زائد بي تساوي زيرو. إذن إيغريك أ إكس زائد بي مقارب مائي. هنا غادي نجاوبو على حسبو هاد السؤال بي ليميت دو إف دو إكس ناقص إكس ناقص واحد إكس زائد لا نهاية كتساوي كتبو الدالة إكس ناقص واحد ناقص إلين دو إكس على جذر إكس ناقص إكس ناقص واحد نهاية زائد لا نهاية كتساوي ناقص إلين دو إكس، هنا إكس مشات مع إكس واحد مع واحد. إذا هادي سبقنا خدمناها كتساوي زيرو. إذن ليميت دو إف دو إكس ناقص إكس ناقص تساوي زيرو. إذن المستقيم إيغريك ناقص واحد مقارب مائل المنحنى بالجوا زائد لا نهاية، لأن النهاية في زائد لا نهاية. هنا نوصل الوضع النسبي، يعني نحسبو إف دو إكس ناقص إيغريك إلا كانت موجبة المنحنى فوق المستقيم، إلا كانت سالبة المنحنى تحت المستقيم. وبعض الأحيان كنجيبو فحال المجال فوق المستقيم وفحال المجال تحت المستقيم. السؤال سي إف دو إكس ناقص إيغريك كتساوي إكس ناقص واحد ناقص لين دو إكس على جذر إكس ناقص إكس ناقص واحد كتساوي ناقص لين دو إكس على جذر إكس. عندنا جذر إكس أكبر من صفر، إذن إشارة إكس دو إكس ناقص إيغريك هي العكس إشارة لين دو إكس. إذن إشارة إف دو إكس ناقص إيغريك هي عكس إشارة إلين دو إكس. نذكر بإشارة إلين دو إكس، إلين دو إكس غير معرفة في صفر تنعادين في واحد زائد لا نهاية سالبة بين صفر وواحد وموجبة بين واحد وزائد لا نهاية. دابا نرسمو جدول الوضع النسبي. هنا اف دو اكس ناقص ايغريك اكس، هنا صفر غير معرفة ينعدم في واحد زائد لا نهاية. هنا الوضع النسبي، هنا كينعدم، حنا قلنا عكس هنا الإشارة إلين دو إكس ذكروا بها هنايا بين زيرو واحد سالبة وبين واحد زائد لا نهاية موجبة، بما أنها العكس إشارة إلين دو إكس هنا عندنا ناقص كترجع لنا زائد وهنا ناقص، هنايا نقطة تقاطع. هنا مادا جبرنا إف دو إكس ناقص إيكغيك أكبر من صفر، إذن سي دي إف يوجد فوق مستقيم الدلتا. هنا
سي دو اف يوجد تحت الدلتا. هنا نقطة تقاطع، إذن سي دو اف يوجد فوق المستقيم دلتا على المجال صفر واحد، والسي دو اف يوجد تحت المستقيم دلتا على المجال واحد زائد لاني نحسب الصورة واحد اف دو واحد تساوي واحد ناقص واحد ناقص الين دو واحد على واحد تساوي زه. ونقطة تقاطع سي دو اف والمستقيم هي مثلا نعطيوها الاسم هي النقطة أ واحد والصورة ديالها صفر. دوزو للسؤال الثالث، بين أن المشتقة كتساوي واحد على جوج إكس جذر إكس إلين دو إكس زائد جوج إكس جذر إكس ناقص واحد. ثلاثة أ، أول حاجة كنكتبو إف دو إكس مجال قابل للإشتقاق، مجال هو صفر زائد لا نهاية. نبداو نحسبو إف دو إف دو إكس كتساوي إكس ناقص واحد ناقص إلين دو إكس على جذر إكس. مشتقة إكس هي واحد، يعني مشتقة أ إكس قاعدة هذه هي إكس هي أ، والمشتقة أي عدد مثلا ك ثابتة كيساوي صفر، لأن ناقص واحد هي صفر. هذه على شكل إي في، والشق إذا كان الشق البسط هو الأول مضاف في المقام ناقص المشتقة ديال المقام مضاف البسط على المقام مربع. إذا واحد ناقص هنا يعني كنعملو إيلين دو جذر إكس إيلين دو إكس ناقص جذر المشتقة جذر إكس إيلين دو إكس الكل على إكس جذر إكس مربع هي إكس تساوي واحد. هاد ناقص باش من خلطو شي، جذر إكس على إكس ناقص مشتقة جذر إكس تساوي واحد على جوج جذر إكس، مشتقة واحد دالة داخل الجذر كتساوي مشتقة إي على جوج. هادي قواعد لي الحفظ، ناقص إلين دو إكس على جوج جذر إكس الكل على إكس. كتساوي واحد ناقص جذر إكس على إكس على إكس هي جذر إكس مضروبة في المقلوب بواحد إكس، هي جذر إكس على إكس مضروبة في واحد على إكس هي جذر إكس إكس مربع زائد ناقص مع ناقص زائد إلين دو إكس على جوج مع جوج إكس جذر إكس. اختزلو هنايا بجذر إكس كتساوي واحد ناقص واحد على إكس جذر إكس زائد إلين دو إكس إكس جذر إكس تساوي واحد المقام، المقام موحد هو جوج إكس جذر إكس كتساوي جوج إكس جذر إكس. هنايا باقي خصو جوج ناقص جوج، هنا هو هداك الماء نفس هذه على جوج إكس
جذر إكس كتساوي واحد جوج إكس جذر إكس، فتحوا القوس، نبداو بإيلين دو إكس لأن خصنا نبينو بأن إيلين دو إكس زائد جوج يعني إيلين دو إكس، ونعملو بجوج زائد جوج، فتحوا القوس إكس جذر إكس ناقص واحد. إذن سنقوم برسم المنحنى. السؤال 4، أنشئ المنحنى سي دو إف. طريقة المنحنى، أول شيء النقط اللي استعملناهم للنقط اللي معروفين هنا، نقطة واحدة اللي معروفة هي النقطة واحد صفر، لأن النقطة واحد الصورة ديالها صفر، هاد النقطة هادي، وعندنا المقارب المائل إيكغي كيساوي إكس ناقص واحد. كيف نرسمو أي مستقيم؟ خصنا نجد النقط باش نرسمو مستقيم. كنعملو هنا إكس إيكغي، كنعطيو دايما صفر، كنعطيو أرقام صغيرة باش يجيونا ساهلين في المنحنى. الصورة صفر، إيكغي كتساوي صفر ناقص واحد كتساوي ناقص واحد. نعطيو عاوتاني نقطة أخرى سهلة، نقطة واحد إيكغي كتساوي واحد ناقص واحد هي صفر. إذا المنحنى المستقيم يمر من النقطة صفر ناقص واحد، صورة صفر هي ناقص واحد هاد النقطة، والنقطة واحد صفر. نرسمو مقارب المائل. هنا دابا غادي نبداو الرسم من جهة اليسار. الدالة كتبدا هنا مقارب عمودي في الصفر، هادي كتبدا من صفر والنهاية ديالها هي زائد لا نهاية، صفر زائد لا نهاية، يعني الدالة هي هابطة وهي هاديك تل النقطة واحد. إذا الدالة تناقصية من صفر زائد لا نهاية تل واحد صفر، تل هاد النقطة واحد صفر.
مواحي للصفر، تل زائد لا نهاية. مي كتكون نهاية في زائد لا نهاية ولا في ناقص لا نهاية، لا نهائية مثلا، زائد لا نهاية ولا ناقص لا نهاية، كنشوفو كنرجعو المعطيات ديالنا وكنشوفو الدالة شني كدير حدا زائد لا نهاية. هنايا عملت مقارب مائل هو إكغيك كيساوي إكس ناقص واحد. إذا مين كتقرب من زائد لا نهاية كتقرب من هاد المستقيم هذا. إذا الدالة تزايدية هي طالعة وهي كتقرب من المستقيم. هذه سي دو اف، هذا المستقيم دلتا. هنايا واحد الملاحظات صغيرة، هنايا واحد المقارب، واحد الملمس أفقي هنايا ضروري نشيرولو، لأن كيكون في ورقة التنقيط مثلا يقدر يكون عليه ربع نقطة. وهنايا الدالة مي كتمشي لزائد لا نهاية كتقرب من المستقيم، يعني تقدر تكون بالنسبة للنقط على هذا تقدر تكون هنايا ربع هذيك وهذي ربع، واحد على ربعة 0.25 نقطة. هنا 0.25 يقدر يكون المنحنى على جوج النقط مثلا ولا على نقطة نقطة، وغادي يحسبوا لنا واش عملنا هذه المقارب المستقيم واش عرفنا رسموه، زدنا هاد السهم هذا باش كنبينوا بان هنا ملمس افقي لان المشتقة الاولى كتنعدم. وهنايا مقارب عمودي، صافي دابا حنا درسنا هاد الدالة وصلناها وصلنا المنحنى. المنحنى اللي كيخافوا منه التلاميذ بزاف هو اسهل حاجة، المنحنى دائما اذكر بان كرسم النقط اللي معروفا وكرسم المقاربات وكنتبعوا من جدول التغيرات. دالة تناقصية من صفر زائد لا نهاية النقطة واحد صفر ومن واحد صفر زائد لا نهاية، هذه أحسن طريقة باش كنرسمو المنحنى وكيجينا كيجي مزيان. والسلام عليكم ورحمة الله، تحت حصتنا اليوم، والسلام عليكم.